أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. حدي زين على دير الله جدي الله عينها داكشي وتفهمتي تتا فهمتي راه عادية وصافي فهمتي بحال غتحطها في المرتبة ديال الختاك ولا شي حاجة وقالت لها شي حاجة ولا ملائلة ولا فهمت تقدر تصلح الغلط تقدر تقبل ماشي مشكل حتى ماشي دارتو بيدها ولا فهمت يعني ماشي دارتو بيدها ولا يعني هذاك الشيء جا فهمتي غتقبل الوضع الا كنت انا اللي مختص بها غادي نتزوج بها لا مختص بها واحد اخر ما غاديش واش انا غادي نشوف غادي نشوف بنت اخرى بنت دارهم ولا شي بنت كنعرفها انايا ولا بنت كنبغيها ولا شي حاجه ماشي تقدر حيت اول حاجه واخر حاجه هو ان جوج خاصهم يكونوا فاهمين الا كانت مغتصبه بالصح تقدر شحال كما تيقولوا شحال من زباله ولا جامع وشحال من جامع ولا زباله يعني الا كانت المفاهمه بين جوج الناس يقدروا حاجه تغطي على حاجه فهمتي حيت هذيك اول حاجه وثاني حاجه الزواج راه واحد البروجي تاع واحد حاجه دائمه فهمتي يعني من واحد ناحيه انا حاليا ما نقدرش ما غاديش ما نقدرش نتقبل نورمالمون في المجتمع ديالنا راه صعيبه ولكن سديبو على حساب العقليه كيفاش دايره اوسي العقليه ديال البشر اللي غيتزوج بها اوسي واخا نكون كنبغيها فاطمه واخا نكون كنبغيها لا منجوش ظروف يعني اغتصاب راه ظروف راه ماشي شي حاجه اللي دارتها بزمنا ولا دارت شي حاجه اللي دارتها من ديتها الراسه فهمت يعني ولكن من هنا لقدام ما تعرف اش كاين حيت دابا في هاد البلاد عندنا ما بقات شي حاجه دابا كنعيش في فرنسا وهذا المشكل اللي كتعاود لي عليه انت مطروحش ليه مختصبه ولا مختصباش داكشي كيبقى باغ